قصص النجاح كثيرة، تارة ما نتعجب منها وتارة أخرى تدعونا للذهول. أصحاب هذه القصص عاشوا قصصهم بكل التفاصيل التي تلهمنا لوهلة أننا نرى فيلماً سينمائياً حظى على قصة جميلة أدت لنجاح هذا الفيلم. اليوم نأخذ من شخصية هذه التقارير أو التقرير الذي سنستعرضه درساً للنجاح، ولم يعلم أن صوته هو سبب لخلاص آلامه، ومن يصنع النجاح هو الشخص نفسه ولا وجود للمستحيل. نترككم مع هذا التقرير. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Thank you so much. تعد قصص النجاح وتحقيق الأحلام والطموحات سقفاً عالياً صعب المنال للكثيرين من البشر، فقد نسمع أو نرى قصص النجاح قد طالت أصحابها بفرصة لم يتوقع صاحبها أنها ستغير حياته بالكامل، وأحياناً قد تكون من محاسن الصدف التي ستكتب تاريخاً جديداً يمضي بها صاحبها نحو مستقبل مشرق. وهذه واحدة من أغرب القصص التي شاعت في عالمنا الحالي، إنها قصة تيد ويليامز الذي يبلغ من العمر قرابة 53 عاماً، والذي كان متسولاً يقطن في خيمة في إحدى جنبات طريق مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية. وكان تيد يحمل لافتة كتب عليها لدي هبة إلهية هي صوتي، وعندما كان يطلب منه الناس أن يثبت ما كتب على اللافتة كان يقلد رسائل من كلاسيكيات الإذاعة الأمريكية بصوت جميل. وفق تقرير نشره موقع المدينة في نقله لبرنامج اليوم توداي الأمريكية، فإن الفضل في تغيير حياة ويليامز يعود لأحد الصحافيين الذي قام بإجراء مقابلة معه ليتحدث فيها عن مراحل تدمير حياته بسبب الإدمان. وفي هذه المقابلة طلب تيد الحصول على فرصة جديدة في الحياة. تابع هذا اللقاء المثير حوالي 14 مليون متابع على موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث أذهل صوته الجهوري المشاهدين، فأصبح تيد نجما سينمائيا بعد أن كان متسولا مدمنا. وكانت هذه هي فرصة اكتشاف صوته الجميل، حيث إنه تلقى عرضا ليمثل في فيلم رفقة الممثل جاك نيكلسون. لكن التطور لم يقف عند هذا الحد، فتيد أصبح مرشحاً مستقلاً رئاسياً للانتخابات الأمريكية لسنة 2016. مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع المتسول السابق، تلقى تيد العديد من العروض، ومن بينها اختيار شركة له لترويج منتجاتها، كما صرح في لقاء في برنامج Entertainment Tonight إن جاك نيكلسون الممثل الشهير قد اتصل بأحد أقاربه الذي يقطن في أوهايو من أجل عرض التمثيل على تيد. وبعد مرور 20 سنة استطاع تيد ويليامز أن يلتقي مجددا بوالدته التي انقطع عنها طويلا، كما عبرت زوجته السابقة باتريسيا كيرتلي والدة أبنائه الخمسة عن سرورها لتخلص تيد من الإدمان وإيجاده لعمل، حيث أصبح يحصل على 25,000 دولار في اليوم. أنت من يصنع المستحيل، وليس المستحيل أن تصل إلى هدفك، ولكن هذه الحياة تعطينا الكثير من الفرص التي لا تكترث لها، وربما تغير مجرى حياتك.